مساء الخير ضيف على ماس الفهم لهذا المساء الأستاذ أحمد أصفهاني الصحفي والكاتب السياسي اللبناني، يتحدث عن موضوع لبناني تاريخي، وطبعا مؤلف كتاب التنصت على الهاتف في لبنان أنطوان سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي نموذجا من عام 47 لعام 58، في ثلاث عناوين، وكل عنوان له موضوع. أولا موضوع التنصت على الهاتف، وهو يعني جزء من عمل المخابرات في العالم حتى الآن. ثانيا ما يتعلق بأنطوان سعادة والحزب القومي السوري، وأيضا في هذه الفترة ما بين 47 وبين 58. مهم جدا نفتتح أول سؤال حول ظروف هذا الكتاب. طبعا سبق أن أصدرت كتاب حول نفس الموضوع له علاقة بأرشيف الأمير فريد الشهاب اللي كان أول مدير عام للأمن العام في لبنان، وهذا النسخة الثانية أو الرواية الأخرى للأرشيف. يعني الفارق بين الاثنين هو جزء من مشروع متكامل دكتور محمد. هذا الكتاب التنصت على الهاتف الأول في سلسلة وسنتحدث عنها لاحقا، لكن الفارق بين هذا الكتاب والكتاب السابق، الكتاب السابق اعتمد على وثائق كان ممكن أن تكون متاحة بأي شكل من الأشكال، لكن لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية على حد علمي تتوافر بين أيدينا هذه الكمية آلاف الوثائق من التنصت على الهاتف. تفضلت بالقول أن الجميع يتنصت، جزء من عمل مخابرات حتى اليوم، هناك تطور طبعا، لكن التنصت على الهاتف لم يكشف أي وثيقة سابقا على الإطلاق منذ أن استعمل التنصت في لبنان. في بين أوراق الأمير فريد شهاب مجموعة من الصناديق تتعلق فقط بالتنصت على الهاتف، وهذا هو الجزء الأول من هذا المشروع. وهذا التنصت على الهاتف في تلك الفترة كان تنصتا سياسيا وليس أمنيا فقط، بمعنى أن الأمن العام، مديرية الأمن العام كانت توظف التنصت على الهاتف مستهدفة مجموعة معينة من السياسيين لها علاقة بطريقة أو معارضة هذا الطرف أو ذاك للحكم القائم في ذلك الوقت، وكان تنصت بدائيا بمعنى آلة تسجيل وتنصت وعنصر بشري. الآن الكمبيوتر يسجل ملايين المخابرات ثم الكمبيوتر يصنف هذه. في تلك الفترة كان هناك اعتماد على العنصر البشري، وبالتالي هذه الوثائق تكشف الجانب الآخر من نشاطات كانت هناك. نحن نعرف ما هو معلن، نحن نعرف ما كتب في الجرائد، ما كتب في التاريخ، لكن هذا ما كان يسجل في محادثات خاصة لم يكن صاحبها في معظم الأحيان يدرك أنها تسجل، فبالتالي هي حقيقية 100% صادقة 100% ومباشرة 100%. حول ظروف صناعة الكتاب طبعا يعني تكلمت عن الأوراق، أوراق الفريد الشهاب، يعني السؤال الأول لماذا احتفظ في هذه الأوراق؟ لماذا الوثائق الأمن العام لم تبقى في جهاز الأمن العام؟ هذا سؤال مهم وطرحناه في الكتب السابقة وأجبنا عليه بطريقة أو بأخرى، لكن احتفظ فيها لأنه كان تقديرنا الوثائق، نحن نتكلم عن الوثائق والتنصت، الوثائق بحد ذاتها كانت جزءا من محاولة كتابة مذكرات، كان يسعى إلى كتابة مذكرات عندما فشل لأسباب صحية، لأسباب لها علاقة بالوضع الأمني في لبنان. تخبرني ابنته السيدة يمنى عسيلي أنه أحرق كمية هائلة من الوثائق وترك عددا محدودا لعله أراد أن يستفيد منه في كتابة مذكراته التي لم ينجزها فقط فصل واحد. أما فيما يتعلق بالتنصت على الهاتف، تقديري أنه احتفظ بها لأسباب لها علاقة بحماية وضعه الشخصي. والسبب في ذلك أن الأمير فريد شهاب منذ 48 إلى 58 وتحديدا منذ 52 إلى 58 كان جزءا من السلطة التي أدارها الرئيس كمين شمعون، ارتبط بالرئيس كمين شمعون، شكل معه سلطة مهمة جدا، تعرضت لانتقادات وتعرضت لحرب أهلية ب 58، فبالتالي عندما ترك الأمن العام بآخر آب 1958 ظل محتفظا بهذه الوثائق كنوع من الضمانة من الاضطهاد، من المحاكمة، لأنه تعرض إلى ليس الطرد، الإقالة من الأمن العام وتحول إلى السفارة، وظل يشعر بأنه ربما كان مستهدفا لأنه كان في تلك الفترة جزءا من تركيبة كمين شمعون، حافظ عليهم. لكن مع ذلك دكتور محمد نحن نقول أن التنصت على الهاتف الذي موجود بهذا الموجود عندنا يمتد من 56 إلى 58،
لماذا من 46 إلى 58؟ لماذا 46 ما قبل 46 إلى 48 ولم يكن مديرا أمن عام؟ هو ورث بعض الوثائق، لكن هناك سنوات مخفية، سنوات 1948 مثلا غير موجودة، 1951 قسم قليل، 52 54 غير موجودة، 57 غير موجودة. والسبب في ذلك في رأيي أنه بعد أن احتفظ على هذه الكمية الهائلة من الوثائق، وبعد أن اطمأن أنه ليس مستهدفا وبات متقاعدا وخارج إطار اللعبة السياسية، بدأ يتلف مجموعة كبيرة ممكن أن تكون مؤثرة بالمعنى التاريخي. سأعطيك مثالا سنة 48. لماذا غابت 48؟ 48 غابت لسببين. سبب الأول، في تلك الفترة نشط أنطون سعادي وتحرك داخليا واصطدم مع الدولة اللبنانية، وفي 48 قامت دولة إسرائيل، وكان هناك اتهامات لبعض الأطراف اللبنانية بأنها كانت تساعد الإسرائيليين بالتهريب. إذن كان هناك أسباب دفعته لاحقا إلى حرق وإتلاف الكمية. ما بقي منها وهو يستمر من 46 إلى 58 مهم جدا، لأنه يلقي أضواء على جوانب لا نعرفها من ذلك التاريخ. في الكتاب تثير مسألة، طبعا لفتتني أنك تثير مسألة قانونية لم تثرها في الكتاب، لماذا هذه الوثائق كان ممكن أن تشكل سابقة أو تشكل مشكلة قانونية تم حلها بعد أن نشر القول النصيف كتابه؟ السبب في ذلك أنها سجلت بطريقة غير شرعية. يعني التنصت على الهاتف هو عملية غير شرعية حتى ولو قامت بها المخابرات وأجهزة الدولة. بالقوانين الدولية المتعارف عليها، أنت كي تتنصت حتى هنا في بريطانيا يجب أن تحصل على إذن قضائي أو لأن تكون هناك أسباب لها علاقة بالسلامة الوطنية. هذا التنصت أو سنوات التنصت لم تكن مرتبطة، كانت يتنصتون على رشيد كرامي، صائب سلام، عدنان الحكيم، بيير جميل وما شابه، غير شرعية. وبالتالي ما سجل لهؤلاء الأشخاص كان يمكن أن يشكل مساءلة قانونية. يعني ممكن لو أن بيير جميل حي يرزق الآن، كان يمكن أن يطارن قانونيا، لماذا تنشرون ما قلته وهو ليس مأزونا به. هذه النقطة تجاوزناها بالاستشارة القانونية، بمعنى أن الأمن العام الذي يملك شخص هذه الوثائق اسميا لم يعد يعترض عليها. وأكبر دليل على ذلك أن القول نصيف استخدم كثيرا منها في كتابه عن الأمن العام. ثانيا، أن معظم الذين تتناولهم هذه الوثائق أصبحوا في أعداد الأموات، فبالتالي لا مجال للمحاسبة بالمعنى أن يكون هناك شخص يدعي أنك أسأت إلى كرامته. وفعلا في الوثائق أشياء كثيرة تسيء إلى الكرامة، هناك سياسيون يسرقون، هناك سياسيون يفجرون، هناك سياسيون يعطون أوامر الاغتيال، هذه موجودة. بما أنها لم تعد، لذلك كان هناك نوع من الارتياح في إعادة العمل على هذا المشروع. الكتاب طبعا 47-58 بما يعني أن هناك تتحدث عن سلسلة، وبالتالي نحن بانتظار أيضا وثائق تتحدث عن فترات زمنية أخرى طبعا بعد 58 وخصوصا 58. يعني من حيث المبدأ التصميم العام الآن سنتحدث عن سنة 51-52 عندما اندلعت الثورة لإسقاط كميل شمعون، وهذه مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان. سنتحدث عن 55-56 عندما اغتيل عدنان المالكي ولجأ الحزب القومي إلى لبنان، وصار هناك صراع بين النظام في سوريا والنظام في لبنان. سنتحدث أيضا عن سنة 58 الحرب الأهلية التي هناك كم هائل من المعلومات عنها أمني وسياسي. هذا هو من حيث المبدأ. طبعا هناك تفاصيل، ممكن نتحدث عن الصراعات في تشكيل الحكومة، الصراعات الطائفية في لبنان، مدرسة من هنا، جامع من هناك، كنيسة من هنا، هناك مجموعة يمكن دمجها. لكن الإطار العام هو الذي أشرت إليه، 52-54-55-56 ثم 58. تقول أن التنصت على الهاتف في لبنان، وطبعا شيء معروف أنه يعني عمل غير شرعي، لكن مع ذلك من هم ضحايا هذا التنصت كانوا يعرفون أن هناك حالة تنصت على هواتفهم، وبالتالي كانوا يرسلون إشارات أو رسائل من خلال الرقيب نفسه. صحيح، يعني تفاجأ بالأحاديث بين لنفترض سعيد تقي الدين وأحد القوميين في تلك الفترة 56 عندما كان الحزب مطلوبا في سوريا ومضطهدا في لبنان، وعمليات اغتيال واغتيال متبادلة. سعيد تقي الدين يتلقى هاتف من أحد المسؤولين القوميين يريد أن يخبره عما يجري في مرج عيون، يقول له ما تحكي ما تحكي،
التليفون مراقب تعال زورني. فإذا حتى بسنة 58 القيادات الأمنية من هذا الطرف أو ذاك كانت تتحفظ، لكن ليس الجميع كان يدرك أن هذه الأمور مسجلة، ليس الجميع كان مهتما أن تسجل، يضرب بعرض الحائط كل الإجراءات الأمنية، لكن معظم رجال السياسة كانوا يدركون هذا الأمر، لكنهم ما كانوا ليتحفظوا على التسجيل، خصوصا وأنهم يعلمون أن قدرة الأمن العام على التسجيل الواسع كانت محدودة. ربما كانوا قادرين على تسجيل 30 40 50 خط بين حين وآخر، يعني كما تصورت أو حتى كما شرح لي أحد الخبراء، أنت الرقيب جالس مع مكنة التسجيل ينقل هذا الخط إلى الخط، لا يستطيع أن يسجل أكثر من 3 أو 4 خطوط بنفس الوقت. فلذلك كان رجال السياسة يشعرون أنهم حتى لو كان هناك تسجيل إلا أنه لن يستطيع أن يسجل كل المخابرات لكل الشخصيات، خصوصا في مرحلة تكون متوترة سياسيا كما بسنة 57 عندما بدأ الصراع في لبنان والذي أدى الحرب الأهلية، أو كما كان في 52 عندما تم إسقاط كمال شمعون فبشار الخوري. طبعا سنتكلم في الفصل الثاني حول في بعد الفاصل حول العوامل التاريخية أو المواعيد التاريخية الكبرى. لكن طبعا أنا لفتني أنه أحيانا أنت حضرتك تعرض، هل عرضت كل الوثائق أم أنك كنت انتقائي؟ لا سيما أنه في بعض الوثائق كانت تتحدث عن محادثة عادية بين شخص يتصل بزوجة أنطونيس عادي يسألها عن الزعيم وهي تقول ليس هنا، وانتهت المعلومة وانتهت الوثيقة. إلى أي درجة هذا مهم؟ في سؤالك يتضمن جانبين دكتور محمد. الجانب الأول هو أنني الأول لم أترك شاردة أو واردة لها علاقة بأنطون سعد والحزب السوري القومي الاجتماعي إلا ما أوردتها، وسيكون نفس الشيء مع القضايا الأخرى، اللهم إلا ما يمكن أن يشكل إساءة أخلاقية، لأن بعض المتحدثين على الهاتف كان يتكلم من الزنار وبالنزل كما يقول المثل. أما لماذا الذكر خاصة ما يتعلق بأنطون سعادي؟ لأن الكمية قليلة جدا، ولأن مرحلة وجود أنطون سعادي 47-49 تاريخية جدا ومهمة جدا بكل تفصيلاتها، بمعنى أنها كانت مرحلة عاصفة أدت إلى استشهاد أنطون سعادي لاحقا وأعدامه، وأيضا كنا بحاجة إلى توثيق كل ما يجري حتى لو كان بشكل أو بآخر اتصال هاتفي من مسؤول حزبي، علما بأن الشخص الذي اتصل مسؤول حزبي كان يتصل بزوجة أنطون سعادي الأمين الأولى، ثم يأخذ تعليمات أين هو ومتواجد. بمعنى الإطار العام كان هو تصوير كيف كان يعمل أنطون سعادي. للأسف الشديد ما يتعلق بمراقبة هاتف أنطون سعادي كان محدودا، لكن ما يتعلق بالأجواء العامة التي أدت إلى اعتقال أنطون سعادي ثم إلى إعلان الثورة ثم إلى إعدام أنطون سعادي متوافرة جدا في أحاديث بين رياض الصلح وغسان تويني، رياض الصلح وحبيب أبو شهلة، رياض الصلح وبيير جميل. هذه الأجواء كشفت الإطار العام الذي تمت به عملية اعتقال أنطون سعادي وعملية المحاكمة وعملية الإعدام. تتحدث عن شعبة داخل الأمن العام، يا شعبة لملاحقة الأحزاب تم إنشاء عام 52 وبعد ذلك حلت هذه الشعبة بعد ذلك، لكن المراقبة كانت تشمل كل الأحزاب. أنت تتحدث عن الحزب القومي السوري الاجتماعي، إلى أي درجة أولا وجهت هذه هي مراقبة من أي نوع، مراقبة بأي هدف، وما حصلت بقية الأحزاب أيضا وهو شيء غير مذكور في الكتاب؟ هذه نقطة مهمة جدا ويجب العودة إليها. سبب الأمير فريد الشهاب المدير العام للأمن العام كان رئيس لجنة مكافحة الشيوعية في المنطقة، كانت هناك لجنة رسمية انضم إليها الأردن سوريا، نتكلم قبل 54 قبل أن تتحول سوريا نحو الاشتراكية. لم نلحظ في سجلات التنصت على الهاتف أي تسجيل لمسؤولين شيوعيين بالمعنى الحزبي للكلمة، هناك شيوعيون يتكلمون مع صائب إسلام، مع كمال جنبلاط، مع رشيد كرامي، لكن حديث حزبي كما بين سعيد تأيدين وعبد الله أبرسي مثلا لم نلحظ ذلك. تفسيري المبدئي وهذا ما أعمل عليه حاليا أن كل ما يتعلق بتسجيلات الحزب الشيوعي كانت تحال إلى جنب وتعطى في إطار أو توزع في إطار لجنة مكافحة الشيوعية التي نعلم كانت مرتبطة بالمخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية، فبالتالي كان هناك نوع من التحييد لم نجدها في هذه الوثائق، ربما ذهبت إلى أماكن أخرى لا نعلم عنها، ربما أتلفت، لكن تقديري الشخصي أنها أعطيت لطرف آخر ولم تبقى في هذا الإطار.
علما بأن وثائق التي تتعلق بالشيوعية، تقارير عن الشيوعية، هناك أكبر كمية موجودة بوثائق فريد شهاب ونحن نعمل عليها حاليا ككتاب مستقل. الأحزاب الأخرى في لم تكن ناشطة آنذاك، يعني الحزب الشيوعي كان ناشطا، هناك كثير عن الحزب الاشتراكي، هناك الكثير عن الحزب الكتائب، هناك كثير عن الحزب النجادة، لكن الأحزاب التي نتحدث عنها الآن الحزب الشيوعي شرحت، حزب البعث العربي الاشتراكي ليس له وجود على الإطلاق إلا من قبل بعض المسؤولين في سوريا دمشق الذين يتكلمون مع قيادات سياسية في لبنان. لماذا غاب الحزب الشيوعي؟ هذا تفسيري. لماذا التركيز على الحزب القومي؟ لأن الحزب القومي كان ناشطا وفاعلا طوال تلك الفترة، كان يشكل خطر على النظام السياسي في لبنان أو في سوريا. بالضبط، يشكل خطر على النظام السياسي، ولأنه يتجاوز الحدود، بمعنى أنه حزب سوري بقدر ما هو حزب لبناني، حزب أردني بقدر ما هو لبناني. كان هناك مراقبة شديدة لاعتبارات لها علاقة بمنع الإساءة إلى علاقة لبنان بالدول المجاورة التي يمارس فيها الحزب السوري القومي الاجتماعي نشاطه. في بعد الفاصل سنتحدث عن المفارق التاريخية طبعا من 47 إلى 58 إنشاء دولة إسرائيل، في كمان حلف بغداد، في بداية 58، في بداية الناصرية بشكل أو بآخر، وفي طبعا الانقلاب ومطالبة السوريين أو مطالبة اللبنانيين بتسلم أنطون سعدي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. التنصت على الهاتف في لبنان ليس حاليا، لكن من عام 47 لعام 58 وكل ما يتعلق بأنطون سعدي والحزب السوري القومي الاجتماعي نموذج. أنا يهمني جدا ويهم أيضا المشاهد أن يعرف المفارق التاريخية الكبرى أو الأحداث التاريخية الكبرى التي طبعت المنطقة، ويمكن أن نقول أنها أسست للمنطقة ما بين 47 و 58. يعني فيما يتعلق بهذا الكتاب، طبعا هناك أحداث لم يكن له الحزب السوري القومي الاجتماعي علاقة بها مباشرة. أول حدث أساسي تغطيه هذه الوثائق أو هذا الكتاب تحديدا هو فترة 47 إلى 49، أي فترة عودة أنطون سعدي من المغترب الأرجنتيني وبدء نشاطه السياسي في لبنان والحزبي، اصطدام مع الدولة اللبنانية، المصالحة مع الدولة اللبنانية، ثم الاصطدام مع الكتائب، إعلان الثورة القومية الاجتماعية الأولى، اللجوء إلى دمشق، تسليم سعادة إلى السلطة اللبنانية، محاكمة صورية والإعدام. 47 إلى 49 وما بعد 49 بمجموعة من الأشهر التي يمكن أن تصور كيف شعر النظام اللبناني بعد إعدام أنطون سعدي، بمعنى الخطر، بمعنى القلق. هذه وثائق موجودة، أبرز ما فيها ليس أنطون سعدي لم يكن في مكان واحد كي يتنصتوا عليه، كانوا يتنصتون على القوميين المقربين أو مسؤولين. أنطون سعدي كان في كل مكان مطاردا من قبل السلطات أو خطيبا أو ما شابه ذلك، لكن النقطة الأساسية هي الأجواء. تلاحظ مثلا في سنة 49 أوائل 49 بأذار شباط 49 أن رياض صلح باتصالاته مع حبيب أبو شهلة، بيير جميل وبعض القيادات السياسية فرعون، كان يحاول التحريض الإعلامي من أجل خلق جو متوتر حول أنطون سعدي. تلاحظ هذا في التنصت على الهاتف. ما بعد إعدام أنطون سعدي تلاحظ القلق الشديد في مخابرة طريفة جدا بين رجال السياسة يقولون نحن جالسون الآن في النورماندي، سأخبرك طرفة، أحد الأشخاص يحدث الريمون إدي على ما أعتقد، يقول له كنا قاعدين وعم نشرب قهوة، فجأة إجا رياض الصلح قاعد معنا، إمنا هربنا كلنا، وكأنهم كانوا يشعرون أن القوميين سيقتلون رياض الصلح. هذا ما حصل بال51 أنوي، لكن هذه هي الأجواء. في هذا الإطار هذه مرحلة مفصلية تعطينا جوا عاما. المرحلة الثانية المفصلية هي 52، إسقاط حكم بشار الخوري ومجيء كميل شمعون، وكلنا نعرف هذه التفاصيل لأن الذي شارك في حملة إسقاط الجبهة الوطنية كميل شمعون، بيير جميل، جنبلاط، كميل شمعون، الحزب الشيوعي، الحزب القومي، حزب الكتائب، حزب النجادة، أسقطوا بشار الخوري وجاء كميل شمعون. المفصل الثالث المهم هو 55-56 بعد ما مقتل عدنان المالكي في الشام ولجوء القوميين إلى لبنان، هناك توتر بين الحكومتين اللبنانية والسورية فيما يتعلق بمصير القوميين، هناك عمليات أمنية متبادلة بين المخابرات السورية ومخابرات الحزب القومي، هناك صراع إعلامي، هذا مسجل بقوة. ثم تأتي بعد ذلك أزمة الوزارية اللبنانية 57 التي مهدت للحرب الأهلية. 57 هناك تشابك بين الأزمة السياسية الداخلية، النزاعات الطائفية،
على سبيل المثال قررت الحكومة ميزانية للمدارس الخاصة، انتفض المسلمون في لبنان لأن المدارس الخاصة بمجملها مدارس مسيحية، مما أدى إلى توتر إسلامي مسيحي ارتبط بالصراع عبد الناصر وسوريا والوحدة، ثم انفجر في لبنان بعد مقتل نسيب المتني اغتيالا في بيروت. 58 هي التتويج الأخير، وفيها نلحظ العمل العسكري، العمل الأمني، نزول الأمريكي في لبنان، انتخاب فؤاد شهاب رئيسا، هذه تلحظها. والسبب في ذلك لماذا الحزب القومي معني فيها؟ 55-56 لقصة المالكي، 57 الحزب كان حليفا لكميل شمعون، وتفضلت ذكرت حلف بغداد. الحزب السوري القومي الاجتماعي بطريقة غير مباشرة وجد نفسه في صف كميل شمعون الذي وقف مع حلف بغداد وأن بطريقة خجولة. ب 58 الحزب السوري القومي الاجتماعي كان معنيا لأنه هو الذي قاتل في نبي عثمان، قاتل في شملان وعيناب، قاتل في بيروت، وبالتالي كان جزءا من المعركة الأمنية والسياسية. بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة مع فؤاد شهاب، التنصت على الهاتف يتوقف ب 31 آب 1958، آخر يوم عمل للأمير فريد الشهاب على رأس الأمن العام. أريد أن أسأل حول مسؤولية رياض الصلح، طبعا هناك نقاش حول الموضوع، هل هو رياض الصلح يعني ذكرت منذ قليل أن كان رياض الصلح كان يحرض في هذا الاتجاه، هل كان هناك مصلحة شخصية، هل كان يمثل تيار معين في المنطقة؟ في الكتاب اللي قبل هذا الكتاب الذي يتحدث أيضا عن أرشيف الأمير فريد الشهاب، وسألتك هذا السؤال حول النقاش الذي حصل بين رياض الصلح وبين حبيب أبو شهلة حول هل نعدم أو لا نعدم، وكان قول يعني كان قول شهير على الأقل في الأرشيف أن رياض الصلح لم يكن مهتم في هذا الموضوع الإعدام أو غير الإعدام، ومع ذلك مسؤولية الإعدام أتت على يعني التصقت بشخص رياض الصلح. أولا لنقل المسؤولية، سأذكر الوثيقة التي تفضل بها، وهذا أكبر دليل أنني لم أترك شاردة أو واردة، لأن الوثائق محترمة والمؤرخ هو الذي يتعامل معها. ما قاله رياض الصلح بحضور بشار الخوري وحبيب أبو شهلة، قال لحبيب أبو شهلة هذا مسيحي أرثوذكس مثلكم، اصطفلوا منكم لا له. فحبيب أبو شهلة وافق على الأدام، لكن مسؤولية رياض الصلح الذي تقول الوثيقة أنه لم يكن راغبا بالأدام، أنه وقع على قرار الأدام وأنه قبل بمحاكمة صورية لم تستغرق 20 ساعة، وأن الإعدام كان سريعا لم يسمح له لا بالدفاع عن نفسه ولا بالإسلام. مسؤولية رئيس الجمهورية في هذه المسؤولية، ورئيس الجمهورية مسؤول أيضا، يعني اثنين مسؤولين، وليس فقط مسؤولية لجنة العفو أيضا التي صدقت على هذه جريمة موصوفة بالمعنى القانوني. لا أريد أن أتكلم عن السياسي، أنت لا تستطيع أن تحاكم شخصا وتحكم عليه بالإعدام خلال 20 ساعة وتنفذ حكم الإعدام دون أن تسمح له لا بالدفاع ولا بالاستئناف ولا بالتمييز، هذا أمر مفروض. نحن سأخذ هذا الوقت لنتحدث عن الظروف التاريخية، لماذا تم يعني لماذا اللبنانيون تولوا القيام بهذا وليس السوريين؟ لماذا السوريون سلموا أنطون سعادة للبنانيين ولماذا لم يحتفظوا به ويحاكموه على طريقتهم؟ بأي معنى لبنان تحمل مسؤولية كبرى؟ وأيضا واضح جدا أنه حتى من خلال الأرشوف ومن خلال المكالمات أن هناك حرج، هناك حرج في هذه المسألة. أنا حاليا أشتغل على هذا الموضوع دكتور محمد، فتتفاجأ مسبع الكرار. آخر كتاب كنت قرأته منذ 80-81 على ما أذكر أو 82 لفنصة، نزير فنصة، صهر عديل حسن الزعيم وسكرتيره الشخصي، كتب مذكرات أيام هزة سوريا عن مذكراته عن حسن الزعيم، وأعيد طباعته أخيرا وقرأته في إطار أوسع لأنني قرأت خلال فترة مجموعة من الوثائق. حسن الزعيم تعرض لضغوط مصرية، ملك فاروق، سعودية، الملك عبد العزيز على ما أعتقد، نعم، وتعرض لضغوط لبنانية من رياض الصلح وبشار الخوري للتخلص من أنطون سعادي. لنقل هذه هي الفكرة، أصبح أنطون سعادي يشكل خطرا على الجميع بطروحاته ومواقفه الثورية الرافضة، حتى أنه كتب مقالا مشهورا بعد سنوات اهتموا به عندما قال النفط سلاح انترناسيوني لم يستعمل بعد، طلب باستعماله سنة 48 من أجل فلسطين. إذن كان هناك قرار دولي مغطى عالميا بالتخلص، إقليمي مغطى عالميا، تخلص أنطون سعادة.
طلب من حسن الزعيم، حسن الزعيم تعرض لضغوط شديدة حسب مذكرات فنصة. إبراهيم الحسين رئيس المخابرات كان ضد تصفيته لأنطون سعادة بالشام. أديب الشيشكلي كان رئيس مسؤول شرطة عسكرية قومي كان ضد. نزير فنصة ضد، حتى أنه هدد بفضح حسن الزعيم، أرسله حسن الزعيم في الليلة التي سلم فيها أنطون سعادة إلى القاهرة إبعادا. لكن ما فعله حسن الزعيم هو التالي، كان لا يريد أن يورط الحكومة اللبنانية، بالوقت نفسه لا يريد أن يتورط، حاول أن يطلب من فريد شهاب أن يعدم أنطون سعادة على الطريق، وكأنه حاول الهرب، وهذا ما يذكره فريد شهاب بمذكراته وبالأحاديث الصحفية. فبالتالي كان قرار التخلص منه كان موجودا، طريقة هي التي فركشت إذا استعملنا التعبير، عرقلت كل شيء. وصل أنطون سعادة إلى بيروت، لم يعد أمام الحكومة اللبنانية سوى أن تتخلص هي منه بمحاكمة صورية، لأنها كانت قلقة من أنصار أنطون سعادة، قلقة من التدخلات الاجتماعية الدينية المذهبية، سميها ما شئت. لذلك لجأت إلى المحاكمة السريعة والإعدام تخلصا من هذه الورطة. طيب أنا لم أفهم طبعا خلال قراءتي لهذه الوثائق، وهو طبعا مثير للاهتمام عن ماذا كان يتكلمون، لم أفهم ما الذي كانت تريد الحكومة اللبنانية أو حتى الجهاز. وهذا طبعا يقودني إلى سؤال، هل هذا الجهاز الذي كان يتنصت لحساب من؟ يتنصت لحساب فريد شهاب، لحساب كميل شمعون، لحساب النظام السياسي اللبناني، أم أنه يتبرع كان؟ هذا سؤال في رأيي مهم جدا، وقفت عنده طويلا وسأبقى واقفا بشكل أو بآخر حتى نتبين. أقول بوضوح، هو مزيج من كل ذلك. يعني فريد شهاب كان موظفا، وبالتالي كان مسؤول اتجاه الأعلى، وزير الداخلية ثم رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية، كان مسؤولا، لكنه أيضا كان له مصالح شخصية، كان له اعتبارات ذاتية، كان له مواقف. ملفت للنظر، وهذه بين قوسين، الرقيب كان يفرغ الأشرطة، كان يفرغ الأشرطة بخط يده ثم يرفع التقرير إلى المسؤول عنه، والأرجح أنه فريد شهاب. فريد شهاب كان يراجع هذا النص، وعندنا المسودة، وفي كثير من الأحيان كان يشطب شيئا، يرفض أن يكون في النسخة المطبوعة، بعد أن تنتهي هذه يعطيها إلى شخص آخر أو سيدة أخرى تطبعها على الآلة الكاتبة، تحتفظ منها بمجموعة نسخ، يحتفظ فريد شهاب بالنسخة الأصلية التي شطب عليها ويرسل إلى الأعلى النسخة المطبوعة. هنا كان يتدخل فريد شهاب. كان لماذا يتدخل؟ لاعتبارات شخصية، لاعتبارات سياسية. إذن هناك دمج، لكنه كان يقوم بواجبه الأمني اتجاه الدولة. متى كان يتدخل فريد شهاب؟ يتدخل بعملية المراقبة، عندما كان يعطي تعليمات ل مرؤوسيه، راقبوا محمد ولا تراقبوا أحمد، أو راقبوا كميل ولا تراقبوا كمال، وهكذا. بهذه كان يتدخل، لكن عندما تصبح المادة مادة مكتوبة كان قليلا ما يتدخل، إلا في مواقف حساسة جدا، وعندنا وثائق عليها. في القسم الأخير سنتحدث أكثر عن بعض هذه الوثائق. أولا سأسألك لماذا كان الشطب، شرحت ذلك، لكن أريد أن أفهم هذه المقارنة ما بين الوثائق الأصلية والوثائق المطبوعة، تفسيرك لماذا؟ لماذا لو كان قدمها بشكل كامل إلى أين كان أدت؟ وثانيا، ما هو المستقبل الذي تأسست عليه السياسة اللبنانية استنادا على التنصت على الهاتف، وأيضا إذا ما كانت هذه السلوكيات ما زالت موجودة حتى اليوم؟ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، أحمد أصفهاني الصحفي والكاتب السياسي معنا هذا المساء لمناقشة كتابه الأخير التنصت على الهاتف في لبنان، أنطون سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي نموذجا. طبعا هذه الفترة ما بين 47 وبين 58. أريد أفهم منك، عندما قارنت ما بين الوثائق الأصلية قبل أن تشطب، وأنا طبعا هناك صور داخل الكتاب عن هذه الوثائق ونماذجها، لكن شخصيا أعترف أني لم أفهم لماذا شطب هذه أوكي. الذي نشرناه صورة نموذج، هناك أشياء لم ننشرها لأنها حساسة. سأعطيك نموذجين شكلان الإطار العام لكيف كان يتدخل الأمير فريد شهاب قبل أن تتحول النسخة الخط اليد
إلى علالة الكاتبة إلى المسؤولين الأعلى. هناك قضايا أخلاقية، اتصال هاتفي من السيدة زوجة فلان فلان بالصحافي فلان فلان تدعوه إلى حفلة عواطف، هذه شطبها، علما بأن زوجة فلان الفلان هي زوجة رجل سياسي والصحافي هو صحافي سياسي ومعروف آنذاك، فبالتالي شطبها لأنه لا يريد أن يدخل في إطار أخلاقيات لا علاقة لها. المعلومة غير مفيدة للآخر، غير مفيدة للآخر، يمكن أن تستخدم ضد زوج السيدة وضد الصحافي، لكنها غير مفيدة سياسيا للأعلى فيشطبها. وفي أكثر من مكان كان هناك بعض الأشياء. الشطب الآخر هو شطب سياسي. لاحظنا مثلا أن في سنة تحديدا 55-56 كان الأردن يعيش حالة احتقان، كلنا نتذكر المحاولات الانقلابية في الشام، الحكومة في الأردن، الحكومة الوطنية مشهورة. كان رجال السفارة الأردنية في لبنان أيضا هناك بعض الميالين إلى الحكومة الوطنية، بعض المعادين للنظام بشكل أو بآخر، يتحدثون مع مسؤولين قوميين، مع مسؤولين سياسيين. فهناك شخصيات، أحدهم كان من عائلة طوقان مثلا، يتحدث مع سعيد تقي الدين في قضايا حساسة، كان فريد شهاب يشطبها مرات. والسبب في ذلك أنه ربما كان العلاقة كويسة جيدة بطوقان، أو أنه كان لا يريد إزعاج الحكومة الأردنية. لكن كل هذه المعلومات كانت تبقى محتفظ بها لاستخدامها لاحقا في الإطار الصراع السياسي. هذا هو الإطار العام الذي استخدمه، لم ننشرها نحن، خاصة الجانب الأخلاقي منها، لأن لا علاقة لها بالكتاب، علما بأن الكتاب يتضمن مرات بعض الكلمات النابية لكن جاءت في إطار سياسي واضح. لكن هذه الأمور، شخصية يذهب إلى يزور عشيقته تطبخ له، ليس مهمة، قد تكون مهمة لفريد شهاب للمراقبة لكن ليست مهمة للقارئ. لكن الإطار العام هو هكذا. الأرجح، الكمية محدودة دكتور محمد، يعني ليست بالمئات، يعني نتكلم بالعشرات، لكن الأرجح أن الأمير فريد عندما بدأ يتلف الوثائق قبل وفاته بسنتين أو ثلاث، تخلص من قسم كبير من هذه الوثائق المحرجة للأطراف المختلفة. سؤال آخر تاريخي، طبعا في حلف بغداد كان هناك خيارات لكميل شمعون بأن ينضم إلى آيزنهاور دكترين في ذلك الوقت، مما أثار حفيظة جمال عبد الناصر. كل ذلك خيارات الحزب كانت مع حلف بغداد وقريبة من كميل شمعون. بأي معنى المراقبة كانت لجهاز أمني تابع بشكل أو بآخر لهذا النظام السياسي اللبناني على حزب يفترض أنه حليف؟ صحيح، وهذه نقطة مهمة جدا، لكن الانطباع الذي خرجنا به أنه أن على الرغم من أن الحزب السوري القومي الاجتماعي بين 55 و 58 اقترب من كميل شمعون في السنتين الأوليين للاضطرار، لأنه اضطهد في الشام وألوف القوميين المضطهدين في الشام لجأوا إلى لبنان، فأصبح الحزب بحاجة إلى علاقة مع الدولة لحماية هؤلاء الألوف، عدم تسليمهم إلى دمشق. وبالتالي نحن نعلم أن أمامنا البحر وسوريا، فبالتالي كان الحزب في 55-56 مضطرا إلى هذا التعامل. 57-58 كان خيارا، أخذ قرار الحزب أن يترشح سنة 57 على لوائح يؤيدها كميل شمعون، وبالتالي علما بأن الحزب بأدبيات الحزب لم يتخذ موقفا حاسما رافضا لحلف بغداد ولمشروع إيزنهاور. وأسد الأشرف في البرلمان انتقد مشروع إيزنهاور، لكنه لم يتخذ موقفا رافضا بالمطلق، ظل في إطار العلاقة مع كميل شمعون، وبالتالي ربط بشكل أو بآخر بحلف بغداد وبتأييد حلف بغداد. أدبيات الحزب كانت ترفض هذا الحلف، لكن عمليا بالممارسة نحن وقفنا، الحزب السوري القومي الاجتماعي وقف في صف كميل شمعون تحديدا بال 57-58، ولذلك دفع ثمنا باهظا عندما تولى فؤاد الشهاب رئاسة الدولة بعد 58. لكن التنصت كان ضد الحزب، كان ضد الحزب وليس حزب من جماعتنا. أبدا، كان ضد الحزب، لأن فريد الشهاب وكميل شمعون لم يكن يثقا بالحزب السوري القومي الاجتماعي، بمعنى أنه يمكن أن كما يقولون يحلب صافي مع الدولة.
وهذا يربطني بعض المناطق، بعض المقاطع لها علاقة بأدبيات الحزب، خاصة سعيد تاي الدين. سعيد تاي الدين في مذكراته أنا والتنين يتحدث عدة مرات عن أن وعود كميل شمعون للحزب لم تكن تتحقق إلا سنة 58 عندما شعر بالتهديد الأمني فتعامل مع الحزب بمصداقية. قبل ذلك كان يعرف كميل شمعون أن الحزب مضطر لعلاقته مع كميل شمعون، أن الحزب مضطهد في الشام وبالتالي لا خيار له إلا المشير في كميل شمعون لكن دون أن يثق به. وهذا انعكس على فريد الشاب الذي حسب تحديدا بال 57-58 الذي ركز كثيرا على اتصالات القيادات الحزبية بكل مناطقها من رشي الفخار إلى الهرمل إلى بيروت. لفتني أيضا في أحد الوثائق أعتقد مكالمة بين سعيد تقي الدين وشخص آخر ويتكلمون عن موضوع له علاقة بمدير البوليس كان صلاح لبيبي، صلاح لبيبي وهو قومي، والمعلومة تقول أن مدير البوليس رفض ذلك ومن يتنصت تدخل ليقول أن هذا كذب لأن مدير البوليس قومي. كنت أتخيل من يتنصت وكأنه كادر وكأنه إطار بإمكانه أن يقرر أنه هذا كذب وهذا صدق وليس مجرد عامل. طبعا يعني الانطباع العام والمعلومات التي كوناها من هذه الوثائق، من وثائق لم تنشر بعد، أن الذين كانوا يتولون التنصت على الهاتف كانوا مثقفين مطلعين وكانوا متخصصين في أحزاب وشخصيات. والسبب في ذلك أننا نلاحظ مثلا أن التنصت على الهاتف تم في أزار 58 ثم التنصت على الهاتف تم في حزيران 58 ويعيد التذكير ونذكر بأن كذا، يعني هذا الشخص ذاته كان مستمرا بالتنصت. وهذا يسجل لفريد الشهاب لأنه فعلا استطاع أن يبني جهاز الأمن العام محترفا وهذا يعترف به الجميع، والتنصت كان جزءا من ذلك. لكن النقطة الأساسية هي أن بعد ذلك عندما كان يتم التسجيل على آلة التسجيل ثم يفرغ الشريط كان يمر على مسؤولين أعلى من المراقيب بذاته، كان يمر على رئيس دائرة، رئيس دائرة الأحزاب التي تحدثنا عنها قبل قليل، كان يمر على فريد الشهاب، وبالتالي كانت التعليقات تتراوح بين هذا الشخص وذاك. ليس بالضرورة الرقيب بذاته وضع تلك الملاحظة، قد يضعها رئيسه أو قد يضعها المدير العام بنفسه. كما أيضا ما هو مستغرب أن ضحايا التنصت على الهاتف في أحيانا نشعر، وهذا في كتابك يعني كان في محادثة حول دعوة عشاء، في استنتاج من خلال الأسماء التي ذكرت أنها أن من يتنص أن ضحايا التنصت كانوا يعرفون أن هناك تنصت على الهاتف وبالتالي مرروا الأسماء من خلال القول أنهم معزومين على العشاء أو مدعوين إلى العشاء. أعتقد هذه حادثة مضبوط دكتور محمد، عفوا على المقاطعة. صلاح اللبابيدي هذه قصة مشهورة في لبنان وأدت إلى أزمة بين دمشق وبيروت. أرسلت عبد الحميد السراج أرسلت ضباط مخابرات لاغتيال غسان جديد وسعيد تاي الدين، ولكن مخابرات الحزب في الشام اكتشفت هؤلاء الناس وأخذت الاحتياطات لكن لم تكن تعرف بأي هوية جاءوا. مدير البوليس صلاح الدبابيدي لأنه مدير البوليس وأنه يعرف الداخل والخارج عرف أسماءهم، فبالتالي كان يريد تبليغ سعيد تاي الدين أن تنتبه، بمعنى أن تأخذ الاحتياطات كي لا يقول له أنهم هؤلاء الضباط الذين نعرفهم والذين جاءوا لاغتيالكم، قال له فلان وفلان وفلان هؤلاء معزومين على العشاء اليوم انتبهوا اهتموا فيهم. نوع من في رأيي الطفولية في المعاملة، لأن الرقيب يعرف ذلك ولأن الجميع يعرف أن الأمور مكشوفة بشكل أو بآخر لأن الأسماء معروفة، إذا كانت معروفة لصلاح اللبابيدي فهي معروفة للمدير العام. كيف تفسر أستاذ أحمد أصفهاني أن هناك نظام أمني لبناني يراقب الحزب القومي السوري الاجتماعي وهو يعرف أن مدير البوليس هو قومي وهو جزء من الجهاز الأمني اللبناني ويتسامح مع الموضوع ويتعامل معه بصفة أمر واقع؟ هذا جزء من التركيب الطائفي في لبنان، التركيب السياسي الطائفي. صلاح اللبابيدي دفع ثمنا باهظا بعد ذلك، لكن بالفترة التي كان فيها مدير البوليس كان الحزب السوري القومي الاجتماعي على علاقة جيدة مع النظام اللبناني. بعد 51-52 الحزب السوري القومي الاجتماعي شارك بإسقاط بشار الخوري، كان له نائب غسان التويني في فترة أولى، كان له نائب أسد أشر في فترة ثانية، تعاون مع كميل شمعون وما يمثله، فبالتالي كان هناك غض النظر. لكن عندما جاء فؤاد الشهاب بدأ البتر بجميع الجهات
وهذا هو الصمت. لكن النقطة الطريفة في هذا الأمر أنهم يعلمون أن صلاح اللبابيدي عضو بالحزب القومي، وبالتالي كانوا يراقبون حتى الاتصال الذي يجريه مدير البوليس بسعيد تقي الدين، فبالتالي لم يكن شيئا معميا، كان كل شيء تحت المجهر. النقطة الأساسية أنهم قادرون على ضبط هذه العلاقة، وقادرون أيضا على منع تداعياتها الأمنية، وقادرون أيضا على استخدامها في عندما يريدون لاحقا لإزاء صلاح اللبابيدي أو لإزاء سعيد تقي الدين. سؤال أكرر، وطبعا هذا السؤال الأخير، حول من كان ضحايا هذا التنصت، هل كانوا يعرفون فعلا أنهم ضحايا تنصت أم لا؟ لأنه في بعض الأحيان يتبرعون، يعني مثلا وثيقة تقول أين فلان، فلان ليس هنا فأطلب منه أن يأتي إلي، يزوده بالمعلومات، يعني يزود الرقيب بالمعلومات أننا ذاهبون للاجتماع في الساعة الفلانية في هذا المكان، كل المعلومات واضحة. هل كان استخفاف بذلك أم جهل؟ مزيج من الاثنين، استخفاف وجهل. هناك أناس لا يعرف، يعني في حادثة مهمة جدا لم تنشر هنا، أعتقد نشر قسم منها لكن القسم سينشر في كتاب 58. شخص من سوار طريق جديدة يتكلم مع شخص آخر من السوار، هؤلاء الأرجح أنهم من المقاتلين العاديين أو المسؤولين العسكريين العاديين الذين لا خلفية إيديولوجية وسياسية لهم، يقول له، يحدثه عن قنبلة انفجار باب إدريس، يكشف له أنه نحن حطينا هذا الانفجار وراح كتير ناس، بس إذا حدا سألك ما تقول، قول فلان على الهاتف، على الهاتف. فهذه مسجل. لكن في ناس الصائب سلام عدة مرات يتكلمون معه خلال الثورة، يقول ما تحكي معي على التليفون، تعال عندي لهون. سعيد تقي الدين يحكي مع سامرائي الملحق العسكري العراقي في لبنان، في فلان جاي لعندك، أفضل تلاقيني لنحكي بكل جامعة أمريكية. إذن كان البعض يدرك، لكن لم يكن هناك قدرة على منع الاتصال، يعني أمور سريعة جدا. سعيد تقي الدين يتلقى اتصال من طرابلس أن الشرطة اعتقلت أحد الأشخاص، لا يستطيع أن يقول تعال عندي احكيني، يجب أن يتعامل مع هذه الأمور. فبالتالي هو مزيج من الاستخفاف، من عدم المعرفة، من الاستقواء بالسلطة المعنوية. لكن معظم ما نشرناه في هذا الكتاب وما سينشر في الكتب اللاحقة هو صادق 100%، لأن الأحداث التي جرت تؤكده بطريقة أو بأخرى. إذا أسألك، هل الحزب القومي السوري الاجتماعي في يعني في علاقته المتوترة مع النظام السياسي اللبناني والسوري، لكن أنا أتحدث عن لبنان، ترى التنصت في لبنان، لم يكن مؤمنا أن هذا النظام سيذهب في قمعه واضطهاده إلى الحد إعدام أنطون سعادو، إلى حد إدخال العشرات والمئات إلى السجون كله؟ يعني سأعود إلى ما قلته في القسم الثاني من ديكي، أنا أعمل على مسألة 948 علما بأن أنطون بطرس الباحث اللبناني أشبع هذا الموضوع بحثا. لماذا أنا سؤال لا أستطيع جواب عليه، لكن أعمل، لماذا أنطون سعادي عندما أبلغ أو حذر من أن حسن الزعيم سيسلمه للسلطات اللبنانية، وكان بالإمكان أن يتوجه إلى الأردن كما فعل سنة 38 أو يختفي عن الأنظار في مناطق وادي النصارى تل كلخ حيث الحزب قاعدة جماهيرية مهمة، لماذا أصر على أن يذهب إلى حسن الزعيم ويسلم هناك؟ هل كان أولا، أنا متأكد أنه فعل ذلك لأنه لا يريد أن يقال أن زعيم الحزب السوق المجتمعي هرب مرة أخرى، محسوم، هو مسؤول عن الثورة، هو مسؤول عن القوميين، سيواجه مصيره. لكنه كان في هذه لمحة، لكن كان يدرك أنه لم يحدث في تاريخ لبنان لا الحديث ولا القديم أن أعدم شخص لأسباب سياسية، وهو تاريخ جديد، يعني لم يحدث أبدا في لبنان باستثناء جمال باشا. لم يحدث في تاريخ لبنان منذ ذلك الوقت إعدام سياسي بعد محاكمة. فكان في رأيي كان هناك نوع من الرهان أنه يستطيع أن يواجه المحكمة، يعري الاضطهاد اللبناني، يواجه ببطولة كما واجه سنة 35 وغيرها، ويثبت أن الحزب السوري القومي الاجتماعي قادر على تحمل المسؤولية. كان يريد منبر جديد، كان يريد منبرا جديدا، لكنه أساء تقدير حجم المؤامرة الضخمة
عالميا واقليميا ومحليا للتخلص منه خلال 48 ساعة. مزيد من التفاصيل في الكتاب، معلومات جديرة بالاهتمام ومعلومات ايضا في التاريخ، يعني كيف كان يعمل هذا الجهاز لمراقبة السياسيين في لبنان، التنصت على الهاتف في لبنان من 47 ل 58، كتاب احمد اصفهاني الجديد. شكرا استاذ احمد، شكرا للانتباه والى اللقاء. شكرا لك.